السلام عليكم خوتي. اول حاجه تنشكر، شفتي باللي الباو ليا الطلب ديالي وجاو وسجلوني باش يوصلوا لي الصوت ديالي اللي هي شفتي في قناه الشعب، اللي صراحه طلب بزاف الناس تساعدهم وبزاف الناس توقف معاهم. تنشكرهم بزاف من كل قلبي. كما تسمعوا خوتي، القصه ديالي شويه صعيبه وقصه اللي ما بغاتش تنتهي، يعني بشي حاجه اللي كما تيقولوا الناس واحد حاجه تنفست عليك وتفرح شويه في حياتك وتلقى راسك بانك خدام على والديك ولا معاونهم. ولا انا خوتي اش غنقول لكم، لقيت حياتي حليت عينيا عندي 15 عام باش نخدم باش ندير، لقيت راسي ضربت في وجهي عندي 15 عام. ضربني واحد المجرم اللي هو سميتو اللينجا ديال مراكش، اللي ضرب شحال من ضحيه وكنت انا ما بين الضحايا الاولين. ما عنديش وراق، ما عنديش حاله مدنيه. المهم مسكينة هي اللي كبرتنا، هي اللي كانت تجري علينا، هي اللي وقفت علينا، هي اللي بزاف الحوايج. قال الاب ديالي بكري هو مريض مسكين، قلنا زعما كل خوت جوج درجه اللي كاينين غادي يقدروا يساعدونا ويقدروا يعاونونا. حتى هما مشات لهم الصحه ديالهم. الاخ ديالي تهرس مسكين من الظهر ديالو بسبب واحد القطه كانت تحت في البير وبغى يعتقها في سيد الزوين، طاح كان بيهبط هكا برجلي هو سميتو. كان ديك الساعه الشتا والبير باقي غير محفور فيه التراب، طاح مسكين طاح على المقعد ديالو تهرس من تحت هنايا في الدار ديالو. نعم ود الفقار يا خوتي، تهرس وداروا ليه المحسن العمليه في سيفيل. عاود تاني ما بقاش يعني تيتمشى، الحمد لله ربي وفقو تيتمشى، ولكن تيتمشى بصعوبه بغير بالعكاك. طاح تاني في واحد البلاصه في واحد المعت حفره ولا شي قنطره ولا ما عرفتش، داكشي تهرس من الدار ديالو خوتي، تهرس ليه الحديد تاني في الظهر ديالو تشق ليه العظم. وما وحاليا مؤخرا راه كانت بغات توقف مع واحد المحسنين العمليه، ولكن راه قال لي الطبيب ما تقدرش تعطي العمليه تتبرى تاني حيت تهرس لي تاني داك تشق لي العظم اخوتي. وقال لي صعيب دابا دير العمليه، قدر تزحف قدر توقع لك شي حاجه، خسر تتبرى ورجع عندنا. صافي يا اخوتي هذا الشيء اللي كاين. ولكن كما تشوفوا في ايامات كورونا كانت جمعنا الكرا، جمعنا الدين، كنا عايشين غير بالكريجي اخوتي. خلصنا داك الشيء في حالنا وجينا كرينا هنا وتعاونت مع المحسنين الله يسهل عليها الدايه مسكينه وحفظ لها وليداتها. المهم اخوتي ملي خرجت انا صافي قبل ما نجي للقناه كنت نخرج تنبيع شي حاجه هكا في المدينه، نخرجها طويقيات اي حاجه. حاليا باقي دابا تنبيعهم. جات واحد الاخت عندي مسكينه اللي لبات لي الطلب ديالو، دعمتني في واحد القناه، جات عندي حتى لمراكش دعمت لي القناه ديالي. دخلوا متتبعين، القناه ديالي كبرات تبارك الله بالمتتبعين، ولكن في الاخير اخوتي تبقى تيشوف فيك واحد النظره ديال بين ياك هادي مدوزه الحبس ياك مجرمه ياك مش مكاره، يعني خرجي على الحياه ديالي هذاك السيد ودعيتو الله سبحانه وتعالى. انا حاجه وحده، انا ناديت على قناه الشعب شوف تي في الله يسهل عليهم اللي وقفوا مع بزاف الناس، وبزاف الناس لبوا لهم الطلب ديالهم، بزاف الناس صوروهم. وقناه ديال الشعب انا تمنيت يحقوا لي الامنيه ديالي. المحسنين المتبعين قناه الشعب شوف تي في بغينا اخوتي غير في سكنه يقبر لي حياتي. انا بغيت غير نصيب وريقاتي وندير قناه ديالي وبغينا يقبر الحياه. انا نمشي نخدم على والديا وخوتي اللي مرض، وبغينا والو خوتي ما بغيناش نبقاو كل دور كل عام نديروا نداء ونطلبوا المحسنين. المحسنين الله يكون لهم في العوان، هما اللي ولاو خادمين دور كبير، هما اللي تعاونوا المساكين الناس الجاليه على برا، هما اللي ولاو توقفوا مع بزاف الناس، يعني ولاو خادمين ادوار ديال الجمعيات اللي داتنا ديهم ما تلبيوش لك الطلب، ماشي كلشي ولكن بعد الجمعيات. ما تلقاش عندي الوراق اخويا محسن وعلى الضربه اللي في وجهي، وانا اصلا كاع الا كان شي حد بغاني الزواج ما نقدرش نسمح في والدي على ابنه وخوتي مراض. الرجال اللي بغاو يهزوا امي وبا راه با مريض وامي مريضه وخوتي مراض اخوتي، يعني ما نقدرش انا سمعت في حياتي على ودهم. تنخرج ندير فراشه تنبيع الطواقي تنخرج بزاف د الحوايج درتهم على قبل والدي انا غير باش حياتي نعطيها لهم هما. ما بغيتش نتزوج هادشي علاش انا خوتي، ما بغيتش حد يشفق عليا وصافي. ما بغيتش ضعت اخويا محسن، الحمد لله ضعت، ماشي ما ضعتش ولكن الحمد لله. اش غادي ندير؟ واش غادي نضرب مع القدر؟ لا عطى الله عطاه، ربي سبحانه وتعالى خلقنا باش يبتلينا، ولكن انا صابره. اش غادي ندير على ود والديا؟ صبرت سمحت في كل شيء. دابا انا طالعه غادي تنكبر، ضعت في حياتي ضعت في وجهي ضعت خوتي تنشوفهم مراض. رسالتي للمحسنين تنطلب منهم بغيت خبر الحياه وبغيت شي جمعيه توقف معايا فريقاتي، هادشي اللي باغ. ما بغى حتى حاجه، ما بغى والو، بغيت غير فين تسترح. انت ما نكذبش عليكم عينا من الكرا، ما كانش باقي اللي خلص لنا الكرا، كلشي مريض.
المهم مريضة، خوتي مراد، والدي مراد، حتى انا راه السيد وقفت معايا محسن الله يجزاه بخير، حتى شوف نقص ليا ما عرفتش شويه السكر ولا الحنت البكا اللي تنبكي، وليت اخوتي سد عليا غير في بيتي، وتليفوني عامر غير بالرقية قسما بالله العظيم، كنت صند غير الرقية حيت كثروا عليا الضغوطات في حياتي ومرضت، ما عرفتش اش وقع ليا. مام 06 25 25 64 64 38 38 18.